دلوقتي على التليفون اسمح لنا كابتن عادل، كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي عشان نتكلم بقى. يعني كابتن ناصر طبعا في البدايه انا بصبح على حضرتك، نورنا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير لك كابتن نهوان، وصباح الخير على كل مشاهدينك الكرام ومتابعين قناه النادي الاهلي، وصباح الخير على نجم ماتش المحترم الخلوق الكابتن عادل سليم. انا كابتن، ازيك يا كابتن؟ صباح الفل. واحنا يعني سبحان الله لسه بنتكلم عن نقطة التحكيم، خليني أعرف من حضرتك، اعتبرنا ما يعني لا نفقه شيء كابتن ناصر، وعايزين نعرف من حضرتك شفت إزاي الأداء التحكيمي بالأمس؟ هل كان هناك إخفاقات ولا الموضوع ما كانش فيه أي مشاكل؟ يعني نسمع من حضرتك. تمام كابتن، إحنا بنتكلم فيه حكم إمبارح هو الحكم الفرنسي كليمان توريانو، حكم من حكام النخبة وحكم كبير وليه تيجي 10 على 10، ولكن للأسف إمبارح وأنا بكلمك بدون اي مجامله للنادي الاهلي، خلينا نتكلم تحكيم بالعلم وليس باي شكل ثاني غير امبارح عندنا تقريبا ثلاث حالات تستوجب البطاقه الصفراء للاعبي في الملعب. دي واحد. طبعا واحده مع محمد هاني، واحده مع عصام الشحات، واحده مع محمد طاهر. فسيبنا من الكلام ده، تعالي بقى نروح لركله الجزاء الصارخه اللي هي كانت دي احمد عبد الكريم. عاوز اقول ان دي نموذج صارخ لركله الجزاء الصحيحه. ليه؟ هقول ليه؟ لان احمد قادر راوغ اكثر من لاعب ودخل منطقه الجزاء، ولاعب المنافس تم عرقلته، والعرقله واضحه جدا جدا جدا. أيوة. رجل المنافس على الخط منطقه الجزاء، ورجل احمد عبد القادر على خط منطقه الجزاء. احنا قلنا دايما كابتن عادل قيامه طبعا استاذنا الكبير، ان الخطوط دي يا كابتن نهوان هي من ضمن المناطق المحيطه بيها. يعني خط منطقة الجزاء يتبع ليه منطقة الجزاء. فإذا هنا النهارده أنا شايف إن ركلة الجزاء صحيحة 100%، للأسف الشديد أنا مش عارف الفار لم يساعد الحكم فيها، ودي كانت أكيد أكيد كانت هتغير، أنا مش ببرر ولا حاجة لنتيجة النادي الأهلي، ولكن كانت هتغير من أكيد من سيناريو المباراة 2-1 غير 2-0. دي حاجة. الدقيقة 79 بالظبط، وأنا بحيي كابتن عادل فعيمة إن هو شرح اللي أنا هقوله. البعض بيذهب ان ايمن اشرف ارتكب لعب عنيف، لا، هناك فرق بين اللعب العنيف والتهور. التهور اقصى حاجه ليه هو البطاقه الصفراء. تمام. ايمن اشرف راح عمل التاكلينج، لو عنده نيه ازاء كان راح بالقدم مره واحده على رجل المنافس، ولكن ايمن اشرف عمل التاكلينج، نجح في لعب الكره، خلي بالك. ثم بعد كده عمل ايه؟ ارتضم برجل او بالتصاق المنافس. هنا مفيش فيها لعبة عنيف ولا في فيها سلوك مشين، هنا بقول دي تهور، وكان وهو ادى انذار، الحكم ادى فيها انذار الحق يقال، ولكن طبعا الفار انا بستغرب انت جبته في اللعبه ديت، طب ما جبتوش ليه في ركله الجزاء؟ صح. الفار لما جابه هو رجع ادى البطاقه الحمراء لايمن اشرف، بطاقه حمراء غير مستحقه لايمن اشرف، ايضا دي اثرت في سيناريو واحداث وسير المباراه. صحيح. عندي خطا ركله جزاء لم تحتسب لاحمد عبد القادر، عندي بطاقة حمراء غير صحيحة للاعب النادي الاهلي ايمن اشرف، ويمكن دي الحالات اللي اثرت كابتن نهوان في نتيجة المباراة. طبعا طبعا، محدش يطلع يقول لي اصل انت يا كابتن ناصر بتبرر، اصل الاهلي الفرقة الثانية كانت، لا، نتكلم تحكيم في التحكيم. فيما يخص تحليل اسلوب اداء اللاعبين ده مش شغلتي، انا بحلل التحكيم يا كابتن نهوان. صحيح. للتحكيم وليس لنتيجة مباراة، ولكن وليس لاداء اللاعبين. طيب كابتن ناصر، يعني كابتن عادل عنده نقطة برضه عايز يتكلم مع حضرتك فيها، اتفضل. يا كابتن ناصر صباح الخير. صباح الخير عليك يا نجم مصر. بقول لك في كوره الراجل بتاع بالميراس دخل في لاعب من الاهلي مش متذكر، يعني رجليه الستارز داخل في عضمه الشاظيه من تحت، ومع ذلك لا الفار نداه له ولا هو حسبها فاول اصلا. شوف يا كابتن، انا عملت مقارنه امبارح، انا بحييك طبعا، انا بس انا جبت اهم الاحداث اللي هي ركله الجزاء التي لم تحتسب وطرد ايمن اشرف. أنا بحييك طبعا لأن فعلا كلام حضرتك صحيح، أنا جبت مقارنة امبارح في التحليل التحكيمي وقلت هذه الحالة إن اللاعب دخل بالستارز فوق الحذاء، يعني فوق الحذاء في منطقة غير محمية بالستارز، دي طبقا للقانون بطاقة حمراء مباشرة. هناك فرق بين أنا بروح ألعب الكرة ثم أرتكب المخالفة، وهناك فرق أيضا لما أروح مرة واحدة بالستارز في منطقة غير محمية اللي هي فوق الحذاء، وبالتالي كان يجب على الفار استدعاء الحكم، لان دي تستحق البطاقه الحمراء كابتن عادل. انا بحييك
فعلا هناك بطاقه حمراء، وهذه حاله تقريبا كانت مع حسين الشحات في نص الملعب. في جول بتاع محمد شريف، الكره مش جايه من الخصم او من المنافس، ولا القانون متغير في الحته دي؟ بص يا كابتن عادل، هدف محمد شريف هو هنا لحظه التسديد على المرمى، احنا بنشوف موقف التسلل، يعني هي لحظه التسديد وليس لحظه طرد حارس المرمى للكره. لحظه التسديد كان محمد شريف بادئ بجزء من الجسم تقريبا، وهنا هو بيعاقب على ان هو كان في موقف تسلل لحظه التسديد وليس لحظه الحارس لما صد. اذا هنا لا، هي لعبه محمد شريف طبعا لحظه التسديد كان هناك موقف تسلل ثم ارتدت الكره، هو هنا لا يحق له ان هو يلعب الكره لان هو كان في موقف تسلل، وبالتالي هنا عوقب بالتسلل. انما لو هو كان سنه متاخر بس يا كابتن عادل لحظه التسديد من زميله لاعب النادي الاهلي كان الجون هيتحسب وما كانش هيبقى فيه اي مشكله. طيب كابتن ناصر، انا عندي سؤال اخير لحضرتك وهو سؤال عام، يعني احنا محتاجين اجابه عليه اعتقد كلنا. فكره هنا الاخطاء التحكيميه المتكرره، انا لا اتحدث عن الاهلي تحديدا، انا اتحدث عن الاهلي وعن منتخب مصر واللي شفناه من، يعني مش عارفه الاقي اللفظ السليم يعني، بس من كوارث تحكيميه تحديدا في امم افريقيا واللي كانت واضحه للجميع، ومش بتكلم عن الجمهور المصري فقط، لا الجمهور العالمي، يعني كان حتى في تويتات وتحليلات مختلفه من ناس لا ليها صله ابدا بالمنتخب المصري يعني من عدمه، لكن كله بيتحدث ان في اخطاء تحكيميه كثيره جدا. هل هناك بعد كده هيكون محاسبه، ولا البطوله بتخلص واخطائها بتتنسي ويعيد الموضوع او يعاد الموضوع مره ثانيه بعد كده، واللي بيدفع الثمن هو سواء نتكلم هنا بقى على اللي يهمنا منتخب مصر او نادي الاهلي؟ فمحتاجين نفهم فيما يخص منتخب مصر كابتن هوان، وانا بتكلم بامانه، هذه البطوله شهدت اضعف تحكيم على مستوى البطولات اللي اتلعبت بالظبط للاسف الشديد. اضعف تحكيم ليه؟ يعني لما نبقى ماتش تونس بتلعب تقريبا والسكازوي الحكم الزامبي بيلعب مباراه المفترض ان هو يدير المباراه طبقا للقانون 45 دقيقه الشوط بينتهي و45 دقيقه الشوط الثاني بينتهي، للاسف الشديد هو بينهي المباراه قبل موعدها. يعني بقول ايه؟ يعني حتى التوقيت اللي الاتحاد الدولي عامله للمباراه للاسف الشديد دي حاجه خطا، طبعا خطا كبير جدا، وهو من بعدها مشوا الحكم. طب انا النهارده كنادي، نادي الاهلي او منتخب مصر، استفاد ايه يا كابتن هوان؟ ده خطا تحكيمي. لما نيجي نتكلم في مباراه مصر مع الكاميرون، وانا بتكلم هنا كان الحكم مجيد نضاي، ومصر مع السنغال تقريبا كان بكاري جسامه، وتقريبا هو عصب اللاعبين داخل ميدان اللعب ونرفز اللاعبين وتعامل بقله احترام مع اللاعبين والجهاز الفني، بيقول للحكم دايما خلي بينك وبين اللاعب روح طيبه. فالتحكيميه موجوده في الاتحاد الافريقي، يجب على الاتحاد الافريقي النهارده حساباته كابتن نوال. احنا عندنا النهارده 6 حكام بقى لهم 10 سنين هم اللي بيلعبوا، تكازوي، مجيد نضاي، بكاري جسامه، بملك، لا احنا عاوزين نغير شويه ونطلع ونصعد حكام جدد. نتكلم النهارده حكام شمال افريقيا بسم الله ما شاء الله، مود البنا، امين عمر، رضوان جيد، مصطفى غربال، عادل السلمي، كل يعني كل الحكام دي حكام الشمال كانوا متفوقين بتفوق كبير. يجب على كمان، انا قلت الكلام دوت، ان لجنه الحكام في افريقيا تعيد حساباتها وتحاول دايما ان هي تحاسب الحكام، لان ما ينفعش ان فريق زي منتخب مصر او النادي الاهلي بيطلع بخطا تحكيمي والحكم بتبص تلاقيه ثاني يوم او بعدها باسبوع بيلعب المباراه. صحيح. كابتن ناصر بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله والتحليلات المحترمه، شكرا لك يا فندم.